এখনই আপনাদের সম্মুখে আরবি বিষয়ে সালাতের উপরে বক্তব্য পেশ করবেন আমাদের উমরপুরা মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল্লাহ। এরপরেই আমাদের মূল সাহেবের আলোচনা ইনশাল্লাহ শুরু হয়ে যাবে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله الذي وفقنا للحضور في هذه الحفلة المباركة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. فيا أصحاب الفضيلة ورئيس هذه الحفلة المباركة وإخواننا المسلمين، أريد أن أتحدث حول موضوع الصلاة، وما توفيقي إلا بالله. الصلاة تقال في اللغة الدعاء والاستغفار والتسبيح والرحمة، وفي الشرع هي عبادة بأركان مخصوصة. أيها الحاضرون، للصلاة أهمية بالغة. إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأنبياء إقام الصلاة، كما قال الله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. والصلاة بناء للإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والصلاة كفارة للذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة للذنوب. وفي رواية أخرى: الصلاة مفتاح الجنة. الفهم من هذا الحديث: لا يدخل عبد في الجنة بغير صلاة، كما لا يدخل في بيت مغلق بغير مفتاح. أيها الإخوان، للصلاة فضائل كثيرة، كما قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم خاشعون. وفي آية أخرى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أي الصلاة تزيل الخطايا عن العبد كما يزيل نهر الدنس عن الجسد. إن ترك الصلاة يوصل العبد إلى الكفر والشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. وقال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يغفلون عن أوقات الصلاة ويكسلون في الركوع والسجود، فلهم لعنة في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. وفي الختام ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على إقامة الصلاة في أول وقتها، ثم أشكر الله وأشكركم على استماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.